وقت الظلم بيمحي الحب وبيزرع أسى، بيخلق كره بيعمل قلب الرقة بتنتسى. وقت الظلم بيمحي الحب وبيزرع أسى، بيخلق كره بيعمل قلب الرقة بتنتسى. يمكن قلب الحبك ينسى أو يمكن يشتاق، أو لك رح من خوفه يقسى ويفضل الفراق. يمكن قلب الحبك ينسى أو يمكن يشتاق، أو لك رح من خوفه يقسى ويفضل الفراق. يمكن بكرة يمحي مبارح ويصح الأحلام، واللي كان مبارح جارح تجرح الأيام. يمكن بكرة يمحي مبارح ويصح الأحلام، واللي كان مبارح جارح تجرح الأيام. يمكن قلب الحبك ينسى، يمكن قلب الحبك ينسى، يمكن قلب الحبك ينسى ويمكن يشتاق. الكل تحت اجري انا الباشا. انا شاركي يعني بدي اياكي. العواقب يا باشا، العواقب يا باشا. جرح الغدر ما بيطيب وبيقسي الاحساس، والأقسى جرح الحبيب وغدر أقرب ناس. جرح الغدر ما بيطيب وبيقسي الأحساس، والأقسى جرح الحبيب وغدر أقرب ناس. يمكن قلب الحبك ينسى ويمكن يشتاق، أو لك رح من خوفه يقسى ويفضل الفراق. يمكن قلب الحبك ينسى ويمكن يشتاق، يمكن رح من خوفه ينسى ويفضل الفراق. يمكن بكرة يمحي مبارح ويصح الأحلام، واللي كان مبارح جارح تجرح الأيام. يمكن بكرة يمحي مبارح ويصح الأحلام، واللي كان مبارح جارح تجرح الأيام. يمكن قلب حبك ينسى، يمكن قلب الحبك ينسى، يمكن قلب الحبك ينسى ويمكن يشتاق، أو يمكن شو؟ شايفك لابسة ظاهرة؟ ايه بدي روح زور بي، امبارح وضعه ما عجبني. ايه بس هيك؟ يعني بتلبسي وبدك تروحي بدون ما تاخدي رأيي؟ شو وين رايحة؟ رايحة زور بي. وإذا كان في أصول، ولا نسيت إنك صرتي مرة مجوزة؟ بدك تروحي روحي، أكيد ما رح أحرمك من شوفة بيك يعني. بس قبل عملية الترويع، شو بدك هنا انا اعمل ترويع او مرتي عم تقصدر؟ عم قصدر امين؟ ايه عم بتقصدري. يلا. طيب طيب قامي اعمل لك ترويقة تكرم. وحيد وحيد يعطيك العافية. أهلا وسهلا. ليك كنت رايحة لعندك على البيت لأحكيك. خير؟ بخصوص ندى وصالح. والله يا وحيد ندى بتحبه لصالح. هلأ كنت عنده لصالح وهو كتير متضايق. وحيد ندى مثل أختك، الله يرضى عليك، احكي مع خيك. طيب طيب
ما لازم نحكي بهذا الموضوع بعدين، مستعجل كتير لأنه بالإذن. كيف بدي روح شوفها هلأ؟ كيف؟ إن شاء الله تكون رايقة مع الباشا بخليني روح. إن شاء الله. صابر، شو باكل لك؟ ولا شيء يا باشا، ولا شيء. شو في؟ ولا شيء. احكي، لا تقلي ضربتك امبارح، لاني ماني متذكر شيء ابدا. لا لا يا باشا، ما ضربتني. لا لكان شو؟ باشا بدي روح مشوار صغير، قلت بستأذنك، مشوار صغير بروح وبرجع. ما عندي مانع. لوين؟ ولا شيء، بدي روح لعند خي صالح اطمن عليه. بدك تروح تطمن على خيك صالح؟ انت واحد كذاب، انت بدك تروح لعند وحيد. لا لا يا باشا، لعند صالح. معناتها خلاص انا صدقتك، اذا لعند صالح ما في روحه. عود هون، عود يا نزهة. لك وين القهوة؟ شي يا أميرة، وين القهوة هالقد بده؟ يلا يلا هيا جهزت. الحمد لله، صار بدها زلغوطة والله. يلا تفضلي. ايه يسلموا. صباح الخير. يا صباح النور، كيف صرتي؟ منيحة. أميرة في قهوة؟ يمكن من عيوني. هي هي هي، قبل القهوة روحي افتحي الباب. يلا أميرة افتحي الباب. أميرة عملي قهوة، أنا أيمتى بدي ارتاح؟ سمعتي قولي؟ دبارك عندي. يعطيك العافية. أهلا. شوكة هون؟ تعيطي لها بدي احكيها من المعروف. يا أميرة مين على الباب؟ وحيد برا. وحيد برا؟ والله شو بده؟ بده شوكت. ايه قولي له مش هون، قبل لك انا رحت لحكي معه. خليك انت صار، انا بطلع بحكي معه. شو بدك وحيد؟ بدي احكي معك. ليش؟ خلص انت ما إلك شي عندي، طلقنا وخلصنا. طولي بالك علي شوكت، كنت معصب كتير وحكيت طالع نازل، ما بعرف شو صار لي، بطلت شايف قدامي. والله؟ ايه والله. ما تاخدي علي، الله يخليكي. عن جد انك واحد مش طبيعي. لك انت شو مفكرني؟ شو؟ لعبي بين ايديك هيك بتتسلى فيها؟ يوم بتطلقني ويوم بترجع بدك تصالحني؟ يوم بتمد ايدك علي وبتضربني، ويوم بتبوسني وبتقلي سامحيني. شوكت الله يخليكي خلص. لك انت اللي خلص بقى، انت اللي خلص. اذا ما كان صرنا كم يوم مجوزين وهيك عملت، شو تركت لبعدين؟ لك شو تركت؟ شوكت انا بحبك. ما بقى تقولها لهالكلمة، ما بقى تقولها. ليه ما بدي اقولها؟ هيدا المزبوط، انا بحبك وما بدي اعيش من دونك. لك انت بدك تجنني؟ بدك تجنني؟ كم امبارح ضربتني وطلقتني لانه حضرتك عم بتصدق حكي العالم ما بتصدقني، وهلا جاي تقلي ما فيك تعيش من دوني؟ انا خلص ما بقى بديك، انا ما بقى بحبك. ايه ايه ما بقى بحبك. شوكت ما تضحكي على حالك، انت بتحبيني. لا انا ما بحبك اصلا، انت اللي عملته فيه مش عادي ابدا. يلا معلي رح يمروا. وحيد انت دمرتني، قتلتني وحيد، لهيك انا بكرهك وما بقى بدي اشوف صورة وجهك. حل عني بقى، حل عني.
قال شو؟ بدي أخد إذنه قبل ما روح شوف بيي. ولا كمان بده ترويقة قبل. طيب طيب ايه ايه هيك عم بيقولوا كل الضيعة عم تحكي. ابن باشا الوحيد وتجوز وحدة مثل هيدي. يا عيب الشوم بس من حضن بيو لحضن يا عيب الشوم. ايه وبعد يومين طلقها خلص لزقت الخبرية عليه من هون لمية سنة. الله يجيرنا من الأعظم. قولتك؟ أهلا أستاذة كيفك؟ صباح الخير أستاذة. قولتك سمعتنا عم نحكي عليها؟ اتسمعنا ليش هي أحسن منهم؟ ما هي تركت واحد وتجوزت غيره. الله يبعد ولاد الحرام عن ولادنا. آمين آمين يا رب. آمين. صباح النور حبيبي. صباح النور. شو بك عباس؟ راسك عم بيوجعك؟ شوي. سلامة قلبك. هيدا من كتر ما شربت مبارح وتزعرنت. يلا اشرب قهوتك قبل ما تبرد لأنه أنا أساساً لازم فل. لوين؟ معقولة هيدي شربي قهوة معي بتعمليها وما بتشربي منها؟ يعني بدك ياني ابقى بس كرمال القهوة؟ كرمال انت تبقي. بلا زعرانة يا عباس. بس يلا اشرب قهوتك رح اسكب لك. اهلا استاذة. يعطيك العافية. الله يعافيك يا استاذة. بيي جوا مش هيك؟ لا عباس افندي بعد ما اجا. اف غريب لهلا. اهلا خيي اهلا. خير بك شي؟ رحت لاحكي مع شوكت. شوكت؟ ايه وشو صار؟ شحطتني من قدام بيت انتصار وقالت لي ما بقى بدها تشوفني مرة تانية. لا حول ولا قوة إلا بالله. يمكن معها حق ما بعرف. وحيد بدك تروق عليها شوي خيي. هلا هي أكيد مصدومة من اللي صار. روق خيي روق واستهدي بالرحمن وإن شاء الله كل شي بيرجع بيصير مثل ما أنت بدك. الله يخلي لي إياك يا وحيد. شفت سامي هلا وحكيتها؟ لا شو هالصدفة هاي؟ شوكت تشحطني وتقلي انه ما بتحبني وما بقى بدها تشوفني وارجع شوف سامية. فظيع. وحيد الله يرضى عليك خيي. سامية انساها. ايه خيي مثل ما عم قلك انساها. سامية تجوزت والله ييسر امرها. تجوزت؟ امتى لحقت تتجوز؟ ومين؟ خيك امين. نعم أمين. إيه شو عليه؟ أمين. شوكت أنا بحبك. ما بقى تقولها لهالكلمة، ما بقى تقولها. ليه ما بدي أقولها؟
هيدا المظبوط، انا بحبك وما بدي اعيش من دونك. شوكت ما تضحكي على حالك، انت بتحبيني. بيني هلا شوكت رجعت، يعني رح ترجع للباشا، ونازك زبطت عباس افندي واميره مع العربجة. هو صحيح كلب الباشا بس بضل رجال. ايه رجال، يعني انت طلعت بلا شي يا هبيلة. ايه لا لا ما حزرته. بكرة شوفوا شو رح يصير. ايه بكرة بتشوف. الباشا معلم الباشا، خبوا تخبوا. واقف عندك. خير يا باشا خير. زيل ما فهمت. زيل طيب يلا رجع لورا. يلا زيل روح لهنيك. تا تا قوموا لك هدين نزل لك ولا بس تعال هون. زيل هون. عمرك يا باشا شو عم سوي انت وياه؟ كنا عم نأجل مش هيك يا شباب؟ انا شو قلت لك سوي؟ والله رايحين نسوي مثل ما قلتلنا يا باشا. واذا ما سويتوا؟ والله عراسي يا باشا. طلعوا لك يلا 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 صابر. تعال يا باشا تعال هون تعال هون خذ العصر افتلوا لهون جيبوا لهون ولك. يلا يلا بيارضو بيارضو يلا رجع رجع روح يلا روح عجل. عباس بدك تجي تسهر عنا الليلة كمان ما هيك؟ ايه ايه اكيد. طيب بس اوعى تتأخر. لا لا ناطرتك. ايه عباس شو بيكي بي حبيبتي؟ شو في؟ صار معك شي؟ بي مني هل كانت عندك؟ قول بي لك احكي مين هاي؟ شو يعني امي؟ يعني متيس ما بقى بده، يعني ما بقى بده. يعني خلص؟ ما بقى بده؟ دخيلك امي دخيلك امي اعملي شيء احكي مع بي خليه يحكي واذا ما بدك انا بروح بحكي بي. بيك ما بده يحكي مع حدا اصلا معصب منك كتير كل ما فتحت له سيري بيعصب علي انا وبيبهدلني. طيب احكي مع خيه وحيد روحي شوفيه واحكي. شفته بالطريق وحكيته عنك كمان التاني عقله مش معه قال لي بعدين بعدين. بعدين شو قصده بعدين؟ يعني انا هيك رح ضل؟ يعني صالح ما بقى بدو ياكي حطيها براسك. شو بيي؟ سامي حبيبتي بارح بعد ما رحتي مع جوزك فضي علي البيت لقيت قاعد مع حالي زهقت قلت بطلع بالسهر وتعرفت على هيدي البنت و... وشو؟ رحت على بيت هيديك الرقاصة؟ وبتفوت بنات لعنا هيك على البيت؟
ولو يا بيي مش هيدا اللي كانت مجوزة وحيد؟ لا لا يا بيي مش هي. كيف يعني مش هي؟ هيديك اسمها شوكات، هيدي اسمها نازك. أهلين 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 أهلين. شو؟ شوكت بالأوضة؟ بأوضتها. شو بكي؟ أحكي شو بكي؟ إيه رح روح، ويلي بده يصير يصير. تصار لا تعصبيني يا انتبهي. روق يا باشا روق، انت بتعرف انه انا ما بخبي عنك شيء، وهلا بخبرك كل شيء اللي عم بيصير. اهلا 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 نازك خانم، يسعد لي الصباح. كيف كان سهرتك نازك خانم امبارح مع الحكومه؟ منيحه. عباس افندي ابو طايب بيعجبك. هلا انت صهرتي القوه، صرتي وين ما عاد فينا نوصل لك. ما بيصير بيصير. أهلين أهلين أهلين. شو الناسك هاي؟ عافا معلم صالح. اهلا اهلا، الله يعافيكي. بدي بساط للبيت اللي بجي لعندك، في ما هيك؟ اكيد اهلا وسهلا، انا بعمل بسط. صحيح، في اشوف؟ تكرم عينك. في عندي هيك شيء. في اذا بدك نوع تاني. بسم الله. ولك شو جايبه هيدا لهون؟ ولك العمى بقلبه، ما لحقنا نخلص من قرفه. بدك تسألي حبيبة قلبك شوكت. شوكت؟ ليش شو صار؟ عم بتنط من الباشا لابنه، وهلا تركت ابنه ورح ترجع للباشا. شو هالحكي؟ انت شو عم تقولي ولي؟ وليش متفاجئة يعني؟ ما فهمت. ما حدا أحسن من حدا حبيبتي. شو قصدك ولي سالي؟ قصدي إنه هاي أنت زبطت وضعك مع عباس أفندي. شو حبيبتي؟ غيرانة؟ لا لا، أصلاً أنت بعدك ما بتعرفيني منيح. حكيلي يا باشا، وحيد إجا لهون. وحيد؟ إيه يا باشا. والله؟ وتخانقت هي وياه وشحطته من هون، وقالت له انا ما بقى بحبك. ألف صحة وهنا. باين عليكي مرتاحة. إيه؟ الحمد لله الحمد لله يا بنتي. هلأ بلا غنج، الحكيم قال إنه رح تصيري أحسن. إن شاء الله إن شاء الله. قليلي أنت قليلي. شو بدي أقليك؟ عم تتعبي بالشغل مش هيك؟ عادي ماما، كل الشغل بتعب، أهم شيء أنت تصحي. بس والله منيح عم يشغلوك مرضى. لا يا ماما، شو مرضى، انا عم ساعدهم بالمستشفى بس. يا بنتي الله يحميك ويبعدك عن درب الحرام. <تصفيق
امي امي شو بك؟ يلا رح روح اجيب لك الحكي، مش رح اتاخر عليك. ايه ماما ما في داعي حبيبتي، خلص. شو هو اللي خلص امي؟ شوكت في شيء لازم خبرك. طيب يا امي هلا بروح بجيب لك الحكيم، بس تصيري منيحه بتخبريني اللي بدك اياه. يلا مسافه الطريق، مش رح اتاخر عليك. قبل ما تروحي قعدي واسمعيني، في شيء لازم خبرك اياه. الله يخليكي يا بنتي. شو في هلا ماما؟ اسمعيني للاخر وما تقطعيني، وبعدين اعملي اللي بدك اياه. في شيء كتير ضروري لازم اقول لك اياه، وانا خبيته عنك كل هالسنين. شو في امي هلا؟ شي عن بيك. بي؟ الله يرحمه، شو بدك تخبرين عنه؟ نحن انظلمنا كتير يا بنتي، وهيدي الحياة كلها ما كان لازم نعيشها. ما فهمت ماما. بيك ما كان فلاح. ايه لكن شو كان؟ بي باش. حبيبتي الله يرحمها، سألت عليها كتير، كانت مثل أختي. احنا انظلمنا كتير يا بنتي، وهيدي الحياة كلها ما كان لازم نعيشها. بيك ما كان فلاح. بي باش. لك تضربه شو بلا ترتيب، تركيني رتب من وراهن. شو هيدا يا كيفك سعاد؟ يخرب عقلك نقصتيني. شو بكي؟ شو في سعاد؟ بدي اسالك سؤال. خير شو في؟ سامع بضيعه اسمها الوادي؟ الوادي الوادي ايه بعرفها. والله؟ طيب هالضيعه بعيده من هون؟ هو وينك وين باخر معمر ربنا؟ ليه عم تسالي؟ عندك حدا هونيك؟ لا لا خلص بعدين. لوين؟ ولك لوين قاعدة نشرب قهوة؟ والله مشتقت لك. بعدين سعاد بعدين. لا لا يا شوكت، شو بدي بهالشغلة كلها سوا؟ شو بدو ياخدنا آخر الدنيا؟ بلكي القصة ما كانت صح، وأمي الله يرحمها عم تهلوس. لو ما الحكي صح، أمي ما كانت بتقلي. أصلاً ليش لتقلي هلأ؟ وليش لتقلي قبل ما تموت؟ يعني القصة مزبوطة. آخ يا أمي الله يرحمك، اشتقت لك يا أمي. Thank you.
منيح اللي رجعتي، رجعت تعجق بالمحل من وراكي. أنا قلت لك سعاد إذا حدا من الزبونات بجرب يمد إيده علي بتركه بفل. يا حبيبتي واحد مفرفش خدي على قد حقلاته. لا حبيبتي مصيبة إذا بدي أخذ كل حدا مفرفش على قد حقلاته. يخرب بيتك ما أقويكي، بدي أقول مثل أمك طلعت أمك مش نقطة ببحري. وأنت الصادقة تربية أمي. مرحبا حبيبتي، كيفك؟ منيحة؟ منيحة. وينك يا عمي؟ الزبونات سرعوني ناطرينك تطلعي ترقصي. يلا سعد شوي بغير تيابي بطلع. يلا. طيب ليكي شوكات تذكرت شي؟ خير. ليكي انت من فترة سألتيني عن ضيعة الوادي. ايه. ليكي الصدفة اجاني مرسال من ست صاحبتي بدها بنت تطلع لعندها لفوق. تطلع رقاصة يعني؟ ايه أكيد، شو بدي ابعتلها يعني؟ مهبولة هيدي، البنات عم بيقتلوا حالهم تحت يشتغلوا ببيروت، مين هالمجنون اللي بدها تطلع تشتغل بالضيعة؟ يلا حبيبتي ناطرينك برا. عشت طول عمري بسل وفقر. بسببك راح تندم كتير. انطرني. مين هلأ؟ يلا استاذ سامية. أهلا وسهلا. وحيد بدي أحكي معك موضوع كتير مهم. خير؟ شوفي نلعب لعبة كتير بشعة. شو لعبة يعني؟ لعبة تيفرقونا عن بعض. ايه ايه، اجت لعندي بنت على اساس انها شوكت وقالت لي انك انت بتحبها، بس طلعت بنت اسمها نازك بتشتغل بالمحل ذاته. وحيد هن بدهم يبعدونا عن بعض، وانا كنت غبية ما صدقتك ولا سمعتك. سامية أنا ما بهمني على الحكي كله، أنت ليش جاي تقلي لي أساسا؟ كرمال تعرف الحقيقة وتعرف شو يلي صار. أنا ما بهمني على الحكي كله، أصلا أنت ليش هون؟ أنا أنت مرت خيي سامية، نسيتي؟
جوزتي خيي منيحة والله، بس كنت بالقليل خبرينا. كنت رحت باركتلك أو رقصت بعرسك، قمت بالواجب ولنه. روحي سامية، روحي خلص، أنا ما بدي أسمع بمشاكلك، كفيني اللي فيني. روحي. وقف بأرضك منه! وقف بأرضك! لحظة روق! روق! وقف قلني! بكع! بكع! عم بركع بس روق! وقفك لفوق! إنك لفوق! بس هتطلع لورا أوسكا! ما رح أطلع لورا! كن قتلوا للزلمة! ما بعرف! سعدي بيه لو طالع طالع يا عمال خليك تضرب ولي خليل ولي بتكون قتلته يا جايش. لا لا معلم عايش عايش هاتو عايش ايه يلا نقبروا خطوله ونشوا ويتوا يلا كتير. أنا هذا المهم بالنسبة لي إنه تكوني رايقة، لأنه لما بتكوني رايقة أنا بكون رايق صدقيني، وما رح أخلي حدا يضايقك من هلأ ورايح مين ما كان يكون. مشي هذا خلصنا منه نقلب. المهم فكرتي باللي قلت لك إياه امبارح؟ شو شوكات؟ ما في جواب؟ بدك تسمع الجواب يا باشا؟ أكيد أنا جاي لهون مش أنا شي. خلص عشية بتجي بتسهر بالمحل وبتسمع الجواب. أنت رايحة على المحل؟ حلو هذا الكلام، حلو حلو كتير. صار بدها فنجان قهوة. انتصار بلا سكر يا انتصار. إذا كان حلو شوي مليح بإصبعك. شو يعني ضربك؟
ايه ايه بس انا كمان ضربته. طيب ليش لا يضربك؟ يعني ليش لحتى يجي يتهجم عليك؟ قال ما بده ياني يشوفك. انا؟ ايه انت. بس انا ما بعرفه، يمكن انجا شايفته مره اجى لعنا على المحل هو ومعلمه. انا كنت بدي اضربه، قصدي كنت بدي اضربه اكثر، بس هيك كرمالك قلت ما بدي كبرها. ولك الله يكسر ايديه ان شاء الله. وجعك حبيبي؟ ايه ايه قصدي لا لا عادي. صابر نحن خلص مش لازم بقى نبقى هيك. ما فهمت. يعني انت لازم تواجه الباشا ولازم تقله انه هو بيك. بس بركي قال لي لا او ضربني. ساعتها انت بتكون عملت اللي عليك وريحت راسك وبنخلص بقى. صابر انت بدك ياني او لا؟ ايه ايه. طيب قله للباشا وشو ما قال نحنا لازم نعرف، هيك نهرب انا وياك ومنرتاح بقى. شو قلت؟ نهرب؟ لوين؟ ايه منترك الضيعة منعيش وين ما كان، بس المهم مش هون. بس كيف بدنا نعيش؟ وين بدنا ننام؟ وكيف بدنا ندبر مصاري حتى ناكل؟ صابر ما تعطى الهم، منشتغل انا وانت، ما في حدا رح يموت من الجوع. شو ناوي تبقى هيك يعني مسلول الباشا كل يوم والتاني يضربك؟ وهلأ كمان قصة هيدا زلمة أديب؟ صابر أنا بحبك كتير، خلينا نهرب من هون ونتجوز ونبعد بقى عن هيدا الضيعة. صدقنا هيك منريح راسنا ومنرتاح من كل المشاكل اللي عم تلحقنا. الله يخلي. انتي لازم تحطي ببالك انه الطير الطاير ما بيقرب عليك ولا بسمح لحدا يأذيكي حتى لو كان من لحمي ودمي. عم تفهميني؟ انتي إلي شوكات، إلي بإذن الله. عشية بشوفك. بشوفك صابر يا بيدا. كأنه رجعت المي لمجاريا. دخليك لشو وجعت هالراس كان؟ بلاها انت صار بشرفك بكفي. ليكي قالنه لفيت ولفيت وبرمتي وبرمتي ورجعتي عن مشاكل. لو بتزمي يا ست انتصار ما بيكون أحسن؟ تعي مي تعي. فيك تفهميني انت شو عم تخبصي؟ شو؟ شو في؟ فيك ترجع على الباشا؟ جاوبيني شو؟ لك انت شو؟ شو؟ لك امبارح كنت مع وحيد، اليوم بدك ترجع على بيو؟ ولك مجنونة انت؟ لك وحيد إذا عرف رح يجن؟ ايه ويجن، شو بعمل له؟ لحظة. أكيد أنت عم تعملي هيك قصد بس ترجع لوحيد صح؟ لا ما بدي يرجع لي اصلا. نازك انا ما بقى بدي وحيد. يلي بيبيعني مره بيبيعني 100 مره. والله وهيك حلا برايك؟ ولك حلا برايك انك ترجع لحضنه للباشا؟ ايه بدي ارجع له، بدي ارجع له حتى اخلص يلي جيت كرماله. قصدك ايه بدي اقتله، بدي اقتله. Thank you.
وقت الظلم بيمحي الحب وبيزرع أسى، بيخلق كره بيعمل قلب الرقة بتنتسى. وقت الظلم بيمحي الحب وبيزرع أسى، بيخلق كره بيعمل قلب الرقة بتنتسى. يمكن قلب الحبك ينسى أو يمكن يشتاق، أو لك رح من خوفه يقسى ويفضل الفراق. يمكن قلب الحبك ينسى أو يمكن يشتاق، أو لك رح من خوفه يقسى ويفضل الفراق. يمكن بكرة يمحي مبارح ويصح الأحلام، واللي كان مبارح جارح تجرحه الأيام.